السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أحمد الدهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية بجامعة ألطنباش في اسطنبول. النهاردة جاي أتكلم معاكم بشكل بسيط قوي عن القولون العصبي. ما نيجي نتكلم عن القولون العصبي نقدر نقول بكل بساطة إن هو وجع في البطن بيصاحبه إمساك أو إسهال وانتفاخات وفقدان للشهية، وقد يكون هناك بعض الأعراض الأخرى. فقدان للشهية هي اللي احنا قولها هنديها لكم في الحلقة بشكل بسيط. بندي البيشنت أو بندي حاجة بتنظم حركة الأمعاء وبنعالج كل مشكلة على حدة. تعالوا بقى نشوف الروشتة التانية. روشتة علاج القولون العصبي. لما نيجي نتكلم عن الروشتة في 3 حاجات أساسية: بندي حاجة بتنظم حركة الأمعاء، بندي حاجة للانتفاخات، بندي حاجة للزغطة وسوء الهضم والترجيع. في 3 أدوية بنكتبهم في البداية، دي أغلب الأعراض اللي بشكل مستمر اللي بنقابلها في حالات القولون. فبنكتب الحاجات دي الاول، وقد يكون هناك اعراض اخرى، قد يكون هناك في اسهال، قد يكون في امساك، قد يكون حموضه، قد يكون في فقدان للشهيه. ايا كان الاعراض اللي موجوده هنعالج كل عرض على حده على حسب اللي موجود عندنا بالظبط. يعني مثلا هنكتب حاجه تنظم تنظيم حركه الامعاء. ايه بقى الحاجة اللي بتعمل لنا تنظيم لحركة الامعاء؟ اللايبراكس تابلت ده ناخد منه قرص 3 مرات يومي، ده واحد. تاني حاجة هناخد حاجة للانتفاخات اللي هي ايوكاربونا تابلت، ده ناخد منه قرص 2 مرات يومي. تالت حاجة هنا الانتفاخات، هنا هناخد حاجة للزغطة والترجيع وسوء الهضم اللي هو بران تابلت، ده هناخد منه قرص 3 مرات يومي. يبقى ديت ال3 حاجات الأساسية اللي بنكتبهم بشكل أساسي في روشتة علاج القولون. لكن قد يكون عنده إسهال بقى، يبقى 4. لو عنده إسهال بنكتب ستريبتوكين تابلت، ده هناخد منه قرص 3 مرات يومي. 5. لو عنده امساك بناخد حاجة اسمها لاكتيلوز شراب، ده بناخد منه ملعقة كبيرة 3 مرات يوميا. بالنسبة لحالات المغص بناخد بسكوبان تابلت قرص 3 مرات يوميا. لو عنده حموضة بناخد حاجة اسمها نيكسيام تابلت 40 مللي جرام، ده بناخد منه قرص قبل وجبة الفطار لمدة 2 شهر. لو عنده فقدان في الشهية اخر حاجة بقى بندي حاجة اسمها دايجستين تابلت، ده قرص دايجستين تابلت، ده قرص 3 مرات في اليوم قبل الاكل. وبكده يا جماعة احنا حلينا كل المشاكل اللي من المحتمل تكون موجودة مع القولون العصبي. 3 حاجات الأساسية: تنظيم حركة الأمعاء والانتفاخات. نراجع كده مراجعة سريعة: تنظيم حركة الأمعاء، وده هيكون من خلال اللايبريكس تابلت، وده قرص بناخده 3 مرات يومي. يبقى ده كده تمام، يبقى كده نظمنا حركة الأمعاء من خلال اللايبريكس تابلت. بناخد حاجة للانتفاخات اللي هو الإيوكاربونا تابلت، وده قرص 2 مرات يوميا. بناخد حاجة للزغطة والترجيع وسوء الهضم اللي هو البرمبران تابلت. بناخد حاجة للإسهال اللي هو الاستريبتوكين، وده قرص 3 مرات يوميا، بس ده في شرط لمدة 2 أسبوع. ده الاستريبتوكين تابلت.
بالنسبة للإمساك بناخد اللاكتيلوز شراب، ده بناخد منه معلقة كبيرة 3 مرات يوميا. بالنسبة لحالات المغص بناخد البسكوبان تابلت قرص 3 مرات يوميا. بالنسبة للحموضة بناخد النكسيام تابلت 40 مللي جرام، بناخد قرص قبل وجبة الفطار لمدة شهرين. وبآخر حاجة لو عنده فقدان في الشهية بناخد الدايجستين تابلت قرص 3 مرات في اليوم قبل الأكل. وبكده نكون غطينا كل روشتة بتاعة علاج القولون العصبي، 3 حاجات الأساسية، والأعراض إن كانت موجودة من دي سواء كان إسهال أو إمساك أو مغص على حسب الأعراض.